وصاك على امك حقك. هذا ما غنقول لكش انا دابا علاش، ان انت دابا وفيت، ولكن هادو اللي باقيين قدامي كيسمعوني باغي نقول لهم ما يمكنليش نوصيكم على امهاتكم، الا وصيتكم على الامهات ديالكم غنحقركم حنا، انكم نتوما ماشي في المستوى. ولكن باغي نقول لكم واحد القضيه، عندكم واحد الكنز، اولا استمتعوا به قبل فوات الاوان، سوف تشتاقون الى قبله الوالده. سوف تشتاقون الى يدها تضعون عليها قمح، بل دعوني اقول لكم سوف تشتاقون الى قدمها تضعون عليها. وكيف وهي المسكينه التي قضت عمرها في خدمتكم ولم يكفيها ذلك، خصصت نهايه عمرها للدعاء لكم وذكر الله بالليل حتى يحفظكم الله. فمن كان عنده كنز أبويه أو أحدهما، والأم خصوصا من يسامحني الآباء، فلا يضيعن هذه الفرصة. لا إله إلا الله. كان الله لنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.